الحظ. صباح الفل والأجواء الاستثنائية شنحويلكم والحظوظ زعمة في الطليعة هيت مع بعضنا ليندا نكتشفوا حظوظ الأبراج لليوم 3 جويليا اللي برج الحمل يودع برشة تحديات وصراعات عاشها من مدة مش بعيدة ويستقبل الحظ المزيان والثور راهي تتجدد حياته وارتباط باش يكون في المستقبل القريب. الجوزاء الشهر هذا راهو للخير والطاقة الإيجابية بالرغم اللي العشر أيام الأولى فيهم ضغوط لكن الحظ حليفك والأيامات الزينة تنور حياتكم. ومولود اليوم من برج السرطان اللي مازالت الحظوظ الإيجابية اترافق خطوات واللي نتمنيه له الخير والسعادة راهو عنده جديد ومفاجأة فما كادو مزيان في نهار عيد ميلاده واحتفال باش يفرح به برشا برشا. الأسد سفر على قريب عطلة سعيدة حتى هو راهو يستحق برشا راحة ويبعد على ضغوطات قديمة وإن شاء الله يا ربي تتحسن النفسية. وكان على برج العذراء هو فما قفزة نوعية انطلاقة متميزة ومرحبا بيك في عالم الحظوظ المالية ينعمر هي الفلوس كينة ولا خوف عجيب. الميزان يعيش تطور مهم مهنيا رهو يتخلص من برشة أعباء وعراقيل سابقة وبداية جديدة يخليه يجنح ويفرح القرار يخص الخدمة الحالية. وكان على برج العقرب ينعم ليندا رهو لا خوف عليه في اللي خطط له من مشاريع واستثمارات أما نخليك ديما واثق من خطواتك راك في الطريق الصحيح. القوس ثقة كبيرة وقدرات عالية الفترة هذه راهي عقله تفكيره في بعض المواضيع اللي تخص بعض الأعمال اللي لازمها تكمل راهو شوية وقت والخير ينور حياتك. والقرارات المهمة راهي من نصيب الجدي راهو فما أحداث مصيرية بالنسبة لحياتك المهنية راهي تتبسم له الأقدار وعنده رحلة على قريب حتى دلو فترة إيجابية باتصالاتها وأخبارها ولقاء مهم والأيامات الجاية تحكي على مفاجأة ما تخطرش على البال. ونختموا مع الحوت ليندا اللي حوتنا ينعم هو شهر استثنائي بالنسبة ليه راهو يتحرر من أعباء قديمة. جويليا راك أقوى من أي شهر ينعم تعدى عليك كيف كيف زيدا فما الحظ لفلوس الحب والعلاقات المهنية الجيدة. دقيقة حظ